إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية حدثا عظيما ومعجزة خالدة وأمرا خارقا للعادة، من أعظم الأمور التي دلت على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو أمر الإسراء، وتبع الإسراء المعراج. حادثة الإسراء والمعراج أيها المسلمون من أعظم الحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ودلت على صدقه وعلى صحة رسالته وما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكانت محطة فاصلة بين المؤمنين والمنافقين، فآمن المؤمنون بل ازدادوا إيماناً بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وازداد المنافقون بعداً، وازداد المنافقون نفاقاً على نفاقهم، فكانت محطة فاصلة بين المؤمنين والمنافقين. وشاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه القصة العظيمة والواقعة العجيبة الغريبة الصحيحة، شاء الله عز وجل أن تكون محطة فاصلة في زماننا هذا بين المؤمنين والعقلانيين، بين من يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بين من يؤمنون بالغيب ويؤمنون بكل ما صح في ديننا، وبين العقلانيين الذين يحكمون عقولهم ويجعلونها أصولاً حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حادثة الإسراء والمعراج مذكورة في كتاب الله ومذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وتواتر بها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون جيلاً عن جيل، أجمع أهل السنة بمختلف مللهم ونحلهم على صحة حادثة الإسراء والمعراج في الجملة، وتناقلها الناس جيلاً عن جيل، وأجمع عليها المسلمون، وخاصة أجمع عليها أهل السنة جيلاً عن جيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه المنزلة وبوأه هذه المكانة، فأسرى به ليلاً في الظلم سبحانه وتعالى
من بيته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء. صرح الله بذلك في كتابه، وصحت بذلك الأخبار عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق. البراق دابة طويل كما قال عليه الصلاة والسلام فوق الحمار ودون البغل. والحديث حديث البراق صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره. ونحن بفضل الله تعالى لا نؤمن ولا نعتقد ولا نروي إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحاح. هذا ديننا، أمرنا أن نتحرى الصحيح وأن لا نؤمن إلا بالصحيح وأن لا نتبع إلا الصحيح. فهذا الخبر تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتي بالبراق بدابة طويل فوق الحمار ودون البغل، ركب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا من بيته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى بيت المقدس إلى ذلكم المكان المبارك الذي بارك الله تبارك وتعالى حوله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس بصحبة جبريل، فقد كان يرافقه في الرحلة، ربط صلى الله عليه وسلم البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد بيت الله المسجد الأقصى بيت المقدس، دخل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين فيه، بل صح أنه صلى بالأنبياء لما أشار عليه جبريل عليه السلام بذلك. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء فتجاوز السماوات السبع سماء سماء مرورا بالسماء الأولى فالثانية فالثالثة حتى تجاوز السماء السابعة التي فيها إبراهيم عليه السلام، فرفعه الله تعالى إلى حيث شاء من العلا، وكلمه الله عز وجل مباشرة بلا واسطة. كلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة، وفرض عليه الصلوات الخمس، فكانت في أول الأمر 50 صلاة، ثم ما زال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجع ربه من موسى عليه السلام إلى ربه حتى صارت 5 صلوات. صارت 5 صلوات في العدد، لكن هي 50 صلاة في الأجر، كما قال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه القصة قصة الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء بصحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، بهذه التفاصيل التي ذكرنا صحيحة تواترت بها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المؤمن تجاه هذه الأخبار المذكورة في الكتاب وفي السنة الصحيحة والتي أجمع عليها المسلمون وتواترت بها الأخبار والآثار عن السلف وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواجب على المؤمن أن يجزم بها وأن يعتقدها ويوقن بها ويصدقها، وأن لا يدع في قلبه مجالا للمشككين، وأن لا يدع في قلبه مجالا للمترددين، مجالاً للحيارة، مجالاً للعقلانيين، للحداثيين الذين يشككون المسلمين في دين الله تبارك وتعالى، بل صاروا يشككون المسلمين اليوم في قطعيات الدين، في المسائل المقطوع بها، في المسائل التي لا مجال للريب ولا للنقاش ولا للحوار فيها، أمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونجزم أن الله على كل شيء قدير، فلا مجال للعقل ولا مجال للرأي ولا للاجتهاد في مثل هذه الأخبار. ما العيب، ما المانع، ما البعيد في أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم على البراق، على دابة لونها أبيض وهي دابة لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، لها لمعان فوق الحمار ودون البغل؟ ما المانع وما المستبعد أن يخلق الله عز وجل دابة بهذه الصورة
يسري الله تبارك وتعالى بنبيه بواسطتها، لأن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظة وكان بروحه وبدنه على الصحيح، فما المانع وما العيب وما البعد في ذلك؟ أليس الله عز وجل على كل شيء قدير؟ وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، بل إننا نؤمن بأعظم من ذلك، نؤمن بأكبر من ذلك وبأكثر من ذلك، فلماذا نأتي لهذا ونتوقف فيه أو نتحير فيه أو نتردد أو نشكك فيه ونحن نؤمن بما هو أعظم؟ ألسنا نؤمن بأن الله عز وجل خلق ملائكة ذكر بعض صفاتها في كتابه؟ قال جل وعلا: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نؤمن بوجود هذا الخلق العظيم وبأن لهم 60,000 جناح وبأنهم يفعلون كذا وكذا، فنؤمن بما هو أعظم ثم نستبعد هذا. أيها المؤمن، أي شيء تبادر إلى ذهنك بعده وقد صح في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبادر للذهن ديالك أنه بعيد، فتذكر أن الله على كل شيء قدير، وتذكر أن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى، ولا يجوز للمسلم بمجرد العقل أن يرد مثل هذه الأخبار. يقول: لا خبر فيه البراق دابة طويل. إذا صح الخبر فقل سمعنا وأطعنا. إياك أن تكون من أولئك الذين فيهم شبه باليهود الذين يقولون سمعنا وعصينا. إذا صح الخبر فما الإشكال في ذلك؟ نعم، دابة هي دابة فوق الإحمار دون البغل، ومن صفاتها كذا وكذا مما صح دون بعد ولا إشكال. الله على كل شيء قدير. شاء الله عز وجل أن يسري بنبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الدابة، ولو شاء أن يسري به بلا سبب ولا واسطة ولا مركب لفعل ذلك. سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هل ندخل في فعل الله تبارك وتعالى؟ نسأل عن فعله، لما فعل، لما كان كذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تعالى له في ذلك حكم، له في ذلك مصالح ومنافع، علمها من علمها وجهلها من جهلها. الواجب على المسلم أن يكون مصدقاً بما صحت به الأخبار. إذا جاءك خبر، روي لك خبر عن رسول الله، فأول ما يجب عليك أن تتثبت من صحته. فإذا تثبت من صحته وأيقنت أنه صحيح، أخبرك أهل العلم، أهل الشأن، أهل الاختصاص أن الخبر صحيح، فقل سمعنا وأطعنا، ولا مجال لعقلك، لا دخول لعقلك في مثل هذا. الله شاء ذلك، سمعنا وأطعنا. ولهذا الصديق عليه رضوان الله، أبو بكر أمير المؤمنين، الخليفة الأول، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لما جاء المشركون يغتنمون الفرصة وينتهزونها كعادتهم ليشككوا المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليصدوا من كان في قلبهم مرض عن دين الإسلام، انتهزوا قصة الإسراء والمعراج وجاءوا إلى ضعاف الإيمان يشككونهم، وجاءوا إلى من كان في قلوبهم ريب وشك يشككونهم، وأخبروهم بما أخبروا، ورجع من رجع ممن كان قريبا من الدخول في الإسلام، جاءوا إلى أبي بكر الصديق فرووا له القصة، قالوا له: إن صاحبك يحدث أنه هذه الليلة أسري به من بيته إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم رجع إلى بيته في ليلة واحدة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قال: إن كان قالها فقد صدق، إن قالها فقد صدق. هكذا يجب أن يكون المؤمن. يتبت غير من الخبر، يجي أي واحد عقلاني ولا كيف ما بغي يكون، كيف ما بغي يكون حاله لشأنه، ويقول لك: أنتم تصدقون الخرافات وعندكم كذا وعندكم كذا، ويطعن فيما صح في السنة الصحيحة. قل له: أصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تهمني تعليلاتك،
هذه التعليلات التي تعلل بها وهذه المداخل التي تدخل بها وهذه الكلام كله الطويل الكثير لا يهمني في شيء. هل صح ذلك عن رسول الله؟ صح، الله على كل شيء قدير، انتهى الموضوع. إذا صح عن رسول الله وثبت في السنة الصحيحة فقد وقع وقد كان وقد حصل، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. هذه القصة، قصة الإسراء، كما ذكرها الله تعالى في الآية التي سمعنا، ذكرها الله تعالى في مطلع سورة النجم في قوله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى إلى أن قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وذكر الله تعالى آيات في هذه القصة وفي هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج. إذن أول شيء يجب على المسلم تجاه هذه الحادثة وما شاكلها، هذا غير مثال والأمثلة كثيرة، لأن هؤلاء العقلانيين كل مرة يخرجوا علينا من جهة من هنا ومن هنالك، ماشي كيشكوا غير في هذه، راه من هذه كيدوزوا لحاجة أخرى، يتكلموا لك على علامات الساعة الكبرى التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد يشكوك في عذاب القبر، ومن بعد في بعض الأمور الغيبية التي تقع في الآخرة، وهكذا دواليك شيئا فشيئا، حتى يشك المسلم في السنة كلها. وإلا مشات السنة فذلك ضرب في القرآن، وإلا مشات السنة ومشى القرآن ذهب الدين، لا دين إلا بالقرآن والسنة. فاحذروهم أيها المسلمون، وكونوا منهم على بال، كونوا منهم على حذر. أيا كانوا، أي واحد يجي يبغي يشكك المسلمين في عقيدتهم الصحيحة كيف ما بغي يكون شأنه لا قدره ولا مكانته في أي مجال من المجالات، جاء يتكلم في الدين ويشكك في قطعيات الدين، كلامه مرفوض ومضروب، يضرب به عرض الحائط. ونتمسك بما ثبت في ديننا وبما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا نؤمن بالخرافات، ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكاذيب ومن الأحاديث الموضوعة ومن الأحاديث التي لا أصل لها، والأحاديث هذه كلها ترد، لا نؤمن بشيء منها. لكن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحاح وفي الكتب الصحاح، وما تواترت به الأخبار عن السلف، وما أجمع عليه أهل السنة وأجمع عليه المسلمون، لا يمكن أن يشككنا فيه أحد، لأن ذلك من القطعيات واليقينيات، ومما صح في هذا الدين العظيم مما لا يقبل التشكيك من أحد كائنا من كان. أسأل الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، تستفاد منها دروس وعبر. الدرس الأول من دروس العبر يستفاد من حادثة الإسراء والمعراج، أولاً أن الله على كل شيء قدير، بيان عظم قدرة الله تعالى الباهرة التي لا حد لها. قدرة الله عز وجل ليس لها نهاية، ليس لها حد. الفائدة، الدرس الثاني الذي يؤخذ من هذه الحادثة، منزلة وشرف وعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه سبحانه وتعالى، حيث رفعه الله تعالى إليه إلى ما لم يرفع له نبيا من الأنبياء، حتى جاوز نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على عظم قدره وعلو منزلته ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. مما يؤخذ من هذه القصة من الدروس والعبر: عظم شأن الصلاة، عظم قدر الصلاة، اللي هي الصلة الرابطة التي تربط بين العبد وربه. أيها المؤمن، اعلم أن صلاتك التي تؤديها، الصلوات الخمس التي تربطك بربك تبارك وتعالى، لها شأن عظيم ومكانة عالية عند الله عز وجل، حيث إن الله تبارك وتعالى فرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسرى به، بعد أن عرج به إليه، عرج به إليه وتجاوز السماوات السبع، وعاد فرض عليه هذه الصلوات الخمس التي نصليها، فدل ذلك على عظم قدرها وعلو مكانتها. فإياك أن تقطع الصلة التي تكون بها تكون الصلة بينك وبين ربك، إياك أن تقطع هذه الصلة بالصلاة،
بينك وبين خالقك سبحانه وتعالى، فإنه لا روح ولا حياة ولا جوهر للإنسان إذا قطع الصلة بينه وبين ربه. اعلم أيها العبد أنك إذا قطعت هذه الصلة بينك وبين الله فأنت ميت، وإن كنت تمشي بين الناس، وإن كنت تمشي بين الناس فأنت جسد بلا روح، أنت ميت، لا تكون لك روح ولا تكون لك حياة حقيقية تربطك بربك سبحانه وتعالى إلا بالصلاة. الصلاة بها حياة القلوب، بها حياة الأرواح، بها الحياة الحقيقية، بها السعادة في الدنيا والآخرة. سر الفلاح والنجاح والفوز والسعادة صلاتك التي تربطك بربك تبارك وتعالى. فإياك أن تقطع هذه الصلة، إياك أن تمزقها، فتكون في هذه الحياة تعيش جسدا بلا روح، ميتا وأنت تمشي بين الناس. عظم قدر الصلاة، وتؤخذ من هذه الحادثة في الحقيقة دروس وعبر وعظات كثيرة لا يكفي المجال للكلام عليها. أسأل الله تعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا وملك بلادنا محمداً السادس لما تحبه وترضاه. اللهم انصره وأيده وسدده، اللهم احفظه في ولي عهده وسائر أسرته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اجعل هذا الوطن وسائر أوطان المسلمين سخاء الرخاء. اللهم احفظ وطننا هذا وسائر أوطان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام في وطننا هذا وسائر أوطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.